في مشهد أبكى العالم وبين يدي والده جمال، استشهد الطفل محمد الدرة قبل 23 عاما خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 برصاص قوات الاحتلال. لم يكد جمال الدرة يتخطى مرارة فقد ابنه بين أحضانه ليأخذ منه الاحتلال ما تبقى من أحباء في سيناريو موازن، ومع القصف المتواصل الذي يتعرض له قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، فقدت عائلة جمال الدرة أفرادا جددا من شجرة العائلة باستشهاد شقيقي. جمال الدرة هو عينة مما يعانيه الآلاف من عائلات غزة التي تصرخ اليوم من حدة القصف الذي تتعرض له، والذي أدى لمجزرة كبرى استشهد فيها أكثر من 7000 شهيد، ويستغيث بسببها أكثر من 18000 مدني بسبب الانهيار التام للمستشفيات التي تكابد نقص المستلزمات الطبية والأدوية رغم توافد المساعدات بشكل يومي تقريبا، وسط تساؤلات عن أسباب عدم تمكين قوافل الوقود من الدخول للقطاع، وأين هو الصوت العربي والإقليمي من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أهالينا في غزة. كل هذه النقاط وغيرها سنناقشها هذه الليلة خلال تغطيتنا المستمرة للمجازر التي تحصل في غزة وأيضا التطورات الميدانية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي وصل ليومه 20. أكيد آخر التطورات سوف توفينا بها الآن مراسلة موقع أمد للأعلام من غزة الزميلة صفيناز اللوح، كذلك تحضر معنا صحفيتنا من غزة ناهد أبو هربيد. أهلا بكم في هذه التغطية التي تأتيكم مباشرة من قناة الوسط. إذن صفيناز، أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر نتيجة لعمليات الاستهداف المتعمد للمدنيين من قبل الاحتلال. تابعنا أيضا ممارسات غير مشروعة للاحتلال من خلال تفتيش المساعدات المتواجدة في معبر رفح، وهو يمكن ما عقد الأوضاع الإنسانية أكثر. ما هي آخر التطورات الميدانية لديك صفيناز؟ نعم، في هذا اليوم كان هناك ازدياد بأعداد الشهداء التي وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة الغارات الكثيفة وأيضا المدفعية التي دكت بمئات القذائف المناطق الشرقية لقطاع غزة ونزل المواطنين القريبة منها. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 7028 شهيدا، منهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، بالإضافة إلى أكثر من 18500 جريح وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة هذا العدوان المستمر في اليوم 22 في اليوم 20 لهذا العدوان على القطاع. طبعا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة أكثر من 300 شهيد في قطاع غزة في هذا اليوم فقط في محافظات القطاع، وصلوا إلى مستشفيات القطاع نتيجة هذه الغارات من شمال قطاع غزة وحتى جنوب مجازر عديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال في هذا اليوم. أبرزها كانت في مدينة خان يونس والتي استهدفت مربع لعائد أبو شمالة، حيث تم انتشال أكثر من 60 شهيدا بالإضافة إلى عشرات الشهداء التي تم انتشالهم من قبل طواقم المسعفين في الميدان إلى مستشفيات المناطق الجنوبية وبالتحديد مستشفى أبو يوسف النجار. في وسط قطاع غزة تحدثت مستشفى شهداء الأقصى عن وصول 39 شهيدا منذ ساعات صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى 40 مصابا نتيجة الغارات التي استهدفت مخيم النصيرات ومخيم البرايج مخيم المغازي ومدينة دير البلح وبلدة الزويدة في المحافظة الوسطى. في مدينة غزة انتشلت الطواقم الطبية في منطقة اليرموك بالتحديد من تحت أنقاض برج التاج، انتشلت الطواقم الطبية اليوم أكثر من 40 شهيدا ليصل العدد إلى 110 شهداء انتشالهم من تحت هذا البرج الذي تم استهدافه بأكثر من 7 طواقم من طائرات الاحتلال الحربية دون إنذار لهذا البرج والذي يعانيه مئات من المواطنين بحسب الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني الذين نقلوا عن شهود عيان من يسكن بهذا البرج أكثر من 50 شخصا، أي ما زال هناك أكثر من 300 شخص متواجدين أنقاض برج التاج الذي تم استهدافه في منطقة اليرموك أمس، ولا زالت محاولات الإنقاذ من الطواقم الطبية والإنقاذ التي تعمل في الميدان تحاول الوصول إلى
المواطنين الذين يسمع صراخهم فعليا داخل هذا البرج الذي تم استهدافه وتحت انقاض هذا البرج. في المناطق الشمالية ايضا كان هناك اعداد من الشهداء وصلت الى مستشفى الاندونيسي بشمال القطاع، والذي يعاني مستشفى الاندونيسي ايضا من انقطاع في التيار الكهربائي، وايضا دخل في مرحلة الانهيار. وبالامس كان هناك تصريحات من المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية بأن 12 مستشفى في قطاع غزة خرجوا عن الخدمة فعليا نتيجة عدم وجود وقود وعدم توفر للتيار الكهربائي، وأيضا لنقص الأكسجين خرجت هذه المستشفيات عن العمل ولم تتمكن من استقبال الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة. نعم صفيناز، وأكيد أن هناك إشكالية كبرى في مسألة الأكفان وأيضا الأدوية، نظرا وبتأكيد بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن انهيار كافة المستشفيات في غزة. بهذه النقطة أذهب إلى صحفيتنا من غزة ناهد أبو هربيد. ناهد، كما كنت تستمعين صفيناز تحدثت عن الوضع الميداني في عديد من المناطق، تحدثت أيضا عن إشكالية المساعدات وأيضا القوافل التي توافدت على غزة. من ناحيتك ومن خلال متابعتك للأوضاع في مختلف المناطق، كيف يمر هذا الوضع الصعب على كافة المدنيين، وكيف هي ظروفهم اليومية نتيجة لهذا القصف المتكرر على مناطق متعددة في غزة؟ نعم، بداية إن تجولت في تفاصيل قطاع غزة ستلامسين بأم أعينك حجم الكارثة والمصيبة الكبرى التي حلت على سكان قطاع غزة. فلا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم 20 على التوالي سياسة الأرض المحروقة في غاراته المدمرة على قطاع غزة، على الأحياء السكنية المتواصلة ليلا ونهارا، بينما ترد المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية ضمن العملية التي أطلق عليها يوم 7 أكتوبر باسم طوفان الأقصى. الساعات القادمة والتي نعيشها الآن هي حاسمة في ظل تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة، سيما أن مستشفيات قطاع غزة أعلنت الانهيار التام وخروج مستشفيات تعد عن الخدمة نظرا لنقص الوقود. وايضا هناك في ضوء توقف محطه التحليه وصعوبه ضخ المياه من قبل بلديات قطاع غزه، وزاره الصحه اعلنت اليوم ان الاحتلال الاسرائيلي في استخدامه لاسلحته يستخدم اسلحه مجهوله تتسبب في حروق شديده واذابه للجلد خلال استهدافه لمنازل المدنيين الامنين في قطاع غزه. ايضا يتعمد ابقاء المنظومه الصحيه في قطاع غزه منهاره، وهناك مطالبة فورية بسرعة إنقاذها. ما حدث مساء اليوم بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تشكيكه في أعداد الشهداء منذ اليوم الأول حتى اليوم، وتبني الأمريكي السافر لمداعم وأكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، فقد شكك اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتقارير الصادرة في قطاع غزة حول أعداد ضحايا المجازر التي تحدث في قطاع غزة منذ 20 يوما، وهناك محاولات للإشارة لأن الأعداد المعلنة للشهداء والجرحى ليست حقيقية. وهذا التصريح طبعا جاء جزء من سياسة التشجيع الأمريكي لدولة الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم. في المقابل وزارة الصحة الفلسطينية فندت هذه الادعاءات والادعاء والمزاعم التي قام بها الرئيس الأمريكي بالتحدث لوسائل الإعلام. قالت أنها تملك أعداد وأسماء الشهداء وستعلنها لوسائل الإعلام، والذي بلغ عدد الشهداء ما يقارب قاربة 7000 شهيد وأكثر من 18000 جريح فلسطيني. لا تزال الأوضاع الأمنية والغارات الإسرائيلية تتساقط، والمدفعية التي دخلت على الخط أيضا منذ صباح اليوم في كافة الشريط الحدودي على قطاع غزة تطلق قذائفها صوب منازل المواطنين الآمنين على رؤوسهم وتسقط لهب القذائف على رؤوس المواطنين.
يعني الاوضاع تزداد سوءا. نعم. في مشهد يعني المجازر والمذابح تزداد، المواطنين الامنين لا يعني لن استطيع وصف ما نشاهده فعلا من حزن جرائم، يعني احياء سكنيه كامله تباد. نعم واضح ناهد، واضح ناهد أبو هربيد صحفية من غزة، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. كذلك أشكر مراسلة موقع أمد للإعلام من غزة صفيناز اللوح، شكرا لكما على كل هذه المعطيات التي تقدمتما بها على شاشة الوسط. ويسعدني الآن أن أرحب بأستاذ الإعلام بجامعة القدس الأستاذ أحمد رفيق، كذلك أرحب بالصحفي المصري سيد حمدي الحسيني، مرحبا بكما على شاشة الوسط. أبدأ معك سيد أحمد، إذن كيف ترى الخطاب الإعلامي الذي يوجهه أو توجهه السلطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال نحو العالم والمجتمع الدولي، خاصة بعد اتساع رقعة التضامن العربي والإقليمي وحتى الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية؟ مساء الخير، ولأني سعيد أن أظهر على هذا المنبر الكريم، فأحب أن أصلح اسمي أحمد رفيق عوض، وجب التنبيه لأني سعيد بكم. هذا أولا. نعم. ثانيا بالنسبة للخطاب الإعلامي أو السردية الإعلامية اللي قدمتها قوات الاحتلال للعالم والعالم الغربي الاستعماري اشتراها وروجها، هي أنه الفلسطيني يعني سيطرة الفلسطيني تماما، إخراجه من كونه طالب حرية إلى إرهابي، وبالتالي ما دام ارهابي فهو مجرم، يعني هو مجرم لانه بكره الغرب، بكره اليهود ويقتلهم الى اخره، فهو مجرم، ولانه مجرم يجب اسكاته، يجب ان لا يتحدث. لهذا السبب تم حذف المحتوى الفلسطيني من كثير من المنصات العالميه وايضا من كثير من المواقع والصحف والى اخره. بعد كتم صوته يتم تصفيته جسديا ومعنويا على فكره، دون ان يثير ذلك الرفض او الادانه او اي شكل من اشكال الرفض. يعني لهذا السبب السلطه الفلسطيني او السرديه الاعلاميه الاسرائيليه اللي روجتها للعالم انه الفلسطيني مش محارب ارهابي، قاتل بكره الحضاره الغربيه، ابن الظلام، ابن العتمه الى اخره، وانه يجب ان لا نسمع صوته، روايته مشكوك فيها، ما يقول مش صحيح، حتى الضحايا مشكوك فيها. احنا بنقول احنا عندنا 7000 شهيد، الخارجيين الامريكيين بيقول لا مش صحيح، يعني حتى عدد الضحايا ما مش مصدقته، فاحنا صوتنا يعني روايتنا مش مسموعه. الان شو اللي صار؟ رغم كل هاي البروباغندا الذكيه والمحكمه وهي المنهج الحقيقيه لاغتيالنا اعلاميا وجسديا، الا انه استطاعت السوشيال ميديا اللي هي الادوات الصحافه للفقراء للمواطنين العاديين اللي ما يعني بينقلوا الصوره كما هي بعريها وفظاظتها وقبحها، صح، انتشرت من العالم، وبالتالي كسرت احتكار هذه المنصات، كسرت احتكار انه السرديه الاسرائيليه هي التي تسود. ولهذا السبب راينا العجب، راينا في عرق دار الغرب الاستعماري مظاهرات لم تكن من قبل، من 20 سنه لم تكن. لهذا السبب يعني السرديه بالمناسبه، حرب اي حرب بدها قصه، يعني الدبابه لا تكفي، بدها قصه. القصه الاسرائيليه اللي نزلت مع الدبابه والطياره لم تثبت ولم تصمد امام السوشيال ميديا، امام الصمود الفلسطيني وامام الدم الفلسطيني اللي هو اصدق الامور الملعوف على كل الشاشات. طبعا واضح استاذ احمد، ابقى معنا. كما قلت السرديه الاسرائيليه لن تمر اكيد، ولن يصدقها لا الغرب ولا العرب ولا حتى الاوروبيين، رغم تاكيدهم لدعمهم للاسرائيليين، وذلك بفضل ربما المجهودات الفرديه التي يقوم بها اهالي غزه لنشر المعلومه ولنشر الصوره من عين المكان، وايضا الصحفيين المتواجدين هناك رغم الاستهدافات المتكرره تجاههم، مثلما
شاهدناه مؤخرا مع أحد الصحفيين في أحدى القنوات المعروفة. أذهب مباشرة إلى الكاتب والمحلل السياسي المصري سيد حمدي الحسيني. إذن ودعني أبدأ معك من نقطة المساعدات التي تمر عبر معبر رفح في الوقت الذي تواصل قافلات المساعدات الإغاثية عبورها إلى قطاع غزة بوتيرة محدودة لربما لا تلبي احتياجات المدنيين. تحول معبر رفح المصري إلى محط أنظار العالم، ومع تأكيد القاهرة أنها لم تغلق المعبر من جانبها منذ بداية الأزمة وأن المشكلة تكمن في الجانب الإسرائيلي، وهو ما يجعلنا نتساءل معك أستاذ، هل يمكن فتح المعبر من جانب واحد برأيك، وما هي الآليات اللازمة لتشغيله إن أمكن ذلك؟ لا، الحقيقة يعني دعيني بداية أعلن عن تضامني وتضامن جميع فئات الشعب المصري والعربي قاطبة مع أبطال غزة الذين يواجهون بصدورهم العارية هذا الكم الهائل من المدافع والقنابل المحرمة دوليا. فكل التضامن مع هؤلاء الأبطال وكل الدعم لهم وكل الدعاء على الأقل وهو أضعف الإيمان ليتحقق لهم النصر والصمود أمام هذه الآلة، آلة الحرب الجهنمية التي لا ترحم الأطفال والنساء والشيوخ. إذن بالنسبة لمعبر رفح بالتأكيد لابد من سماح القوات الإسرائيلية أو قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات، وإلا سوف تقصف كل شيء متحرك ومن ثم تساهم أو تساعد في توسيع دائرة الأزمة ويعني فتح مزيد من الاشتباكات وبالتالي لن تصل المساعدات. فكل ما كانت تفعله مصر حتى الآن وحتى مساء هذا اليوم هو مناشدة العالم ومناشدة ضمير العالم الحي أو الباقي منه أن يضغط ويمارس كل الضغوط على الجانب الإسرائيلي للسماح بمرور هذه المساعدات العاجلة والهامة للمستشفيات وللجرحى وللمواطنين العزل الذين يواجهون يعني وضعا غير مسبوق حتى في الحروب المعروفة والحرب العالمية الأولى والثانية واجه مواطنون مدنيون مثل هذه الآلة العسكرية المجنونة. إذن المعبر مصر حريصة كل الحرص أن تدخل حتى ولو كانت بوتيرة ضعيفة، ولكن يعني أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، ومن ثم المعبر لابد أن يظل مفتوحا حتى لو أدخل قليل من المساعدات، ولكن لابد أن تصل لأن يعني المواطنين الفلسطينيين المهجرين من ديارهم في شمال القطاع إلى جنوبه حتى الآن يقيمون في العراء فبلا مأوى وبلا طعام وبلا ماء حتى صالح للشرب. فبالضرورة مسألة إيصال المساعدات أمر حيوي للغاية، فمصر تتمسك بكل القوة أن تظل هذه المساعدات مستمرة ومتدفقة حتى ولو كانت بشكل ضعيف. طيب أستاذ أحمد، لكن رغم من حرص مصر على دخول ربما مختلف المساعدات إلى غزة إلا أنه هناك عديد الأولويات التي تفتقدها غزة اليوم، وهو الوقود الذي يعتبر العصب الذي تعمل عليه كل منظومة الخدمات، ومنذ أكثر من أسبوعين لم تدخل ولو قطرة واحدة منه للقطاع حتى أنها قدرت ب 74 شاحنة وقود موجودة بالمعبر وممنوعة من المرور إلى حد هذه اللحظة. وسؤالي هنا إلى السيد أحمد، هل برأيك يندرج هذا ضمن الاستراتيجية التي تتبعها دولة الاحتلال للقضاء على أي شريان حيوي في غزة عبر قطع الطاقة على كل المنشآت والمؤسسات وحتى المستشفيات؟ إسرائيل أمام العالم كله تستعمل سلاح التجويع لمليونين ونص تقريبا فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، سلع التجويع هذا يعني مخالف لكل شيء. رغم ذلك إسرائيل مصرة عليه، العالم كله بيضغط على إسرائيل إنها توسع معبر رفح وتدخل منه
مساعدات مختلفة وبكمية كبيرة. رغم ذلك إسرائيل أصرت على أن تجعل من هذا الممر قضية للابتزاز وللمساومة بشكل كبير جدا جدا، إلى درجة أنها خفضت الشاحنات إلى يعني ما لا يكاد يذكر. تقريبا اليوم بفوت 12 شاحنة، في الأيام العادية كان يدخل 500 شاحنة. فمش بس هيك، تفتش إسرائيل، تفتش كل شاحنة، وأي مادة لا توافق عليها تصادرها. أيضا فرضت على العالم كله أنه المساعدات تصل فقط جنوب القطاع مش شماله، وبالتالي يعني ومش بس هيك، التوزيع المواد يجب أن يصل إلى عناوين محددة واللي بوزعها جهات محددة. اللي صحيح أنه إسرائيل حولت كل ذلك لقضية الابتزاز كما قلت، لأنها بدها ما تسميهم المختطفين يطلعوا بدون قيد ولا شرط، بدها تطلع الأسرى بدون قيد ولا شرط، وبدها تطلع الناس لأهل غزة تهجرهم لمصر بالقوة. هكذا تريد إسرائيل. اللحظة اللي الغرب المجرم بيجيب حاملات الطائرات بخلال نص يوم، أما مش قادر يقنع إسرائيل إنها تفتح الممر بشكل كبير جدا جدا. كل إخوتنا وشقانا العرب كلهم على الإطلاق، رغم كل العلاقات، رغم كل مش يعني ما قدروش إنهم يضغطوا على إسرائيل إنها تخلي المعبر مفتوح، إنها تدخل 100 شاحن، مش 20 مثلا. يعني شو بدي اقول، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. طيب استاذ احمد، وهنا لربما يقع اللوم والجميع ربما يلوم مصر على ربما عدم الوقوف امام الكيان الصهيوني في هذه النقطه بالذات، اعود اليك من جديد سيد حمدي. هناك من يلوم على مصر ويتساءل أين الموقف المصري اليوم من التجاوزات التي يقوم بها الكيان من تفتيش للشاحنات، منع المواد الأساسية كالوقود، ووصلت إلى حد قصف المعبر والتي أكد متابعين بأنها ليست بالخطأ وإنما للردع، وربما تعتبر خطوة استباقية وجس نبض للموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة. هو الحقيقة بالنسبة للموقف المصري معروف ومعلن وبالتأكيد، يعني لا جدال على هذا الموقف الصامت الذي يرفض كل مزاعم الاحتلال ويرفض كل مخططاته. ولكن هل يعني من المعقول أن يرغب العالم في أن تفتح مصر جبهة للحرب مع إسرائيل في هذا التوقيت؟ وهل من مصلحة العرب ومن مصلحة مصر أن تفتح هذه الجبهة في هذا التوقيت؟ الحقيقة يعني هذا أمر بالغ الخطورة وبالغ التعقيد، ولكن حسب ما يعني أعلنت مصر من مواقف رسمية أنها تحذر الجانب الإسرائيلي من الاقتراب والمساس بالحدود المصرية، وقد سبق واعتذرت إسرائيل عن إطلاق بعض القذائف الخطأ على الجانب المصري، وتعهدت في اتصالات مباشرة بأن هذا الأمر لن يتكرر مستقبلا. وبالتأكيد هذا موقف ثابت، والموقف المصري الآن يركز على أمرين. الأمر الأول الاستمرار في فتح المعبر والاستمرار في تدفق المساعدات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء غزة الأبطال. الأمر الأخير هو فتح حوار مع العالم للحديث عن أسباب هذا الصراع وأسباب دفع الفلسطينيين إلى مقاومة هذا المحتل. إذن هو الظلم القائم على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 سنة، والشعب الفلسطيني يواجه ظلما وقهرا وتهجيرا ومذابح جماعية وفردية كل يوم، يعني من 70 سنة، وكل يوم الشعب الفلسطيني بيتعرض لهذه المذابح وهذه المظالم. فبالتالي من الطبيعي جدا أن نخاطب العالم بأن من حق الضحية أن يقاوم الجلاد أو أن يوقفوا عند حده،
وبالتأكيد المحتل الإسرائيلي لو لم يكن موجودا على الأرض الفلسطينية ما كانت توجد هناك مقاومة ولا كانت توجد هناك أي شيء من هذه الأشكال التي نراها من عنف وغيره. فبالتأكيد أعتقد أن حديث مصر مع العالم الآن هو ضرورة العودة إلى طاولة السلام وتحقيق يعني تقرير مصير الشعب الفلسطيني في بناء دولته التي عاصمتها القدس الشريف، وبالتالي نفك هذا الاشتباك ونضع حدا لهذه الدماء. إذن إسرائيل بكل أفعالها وكل مجازرها وكل هذه النيران الملتهبة في غزة، هل بهذا تصنع السلام مع جيرانها ومع الشعب الفلسطيني؟ أعتقد أن هذه الجريمة الموجودة حاليا وهذه المذابح والجرائم التي ترتكب كل يوم بحق الشعب الفلسطيني لن تجعل إسرائيل تعيش بسلام على الإطلاق. حتى لو قضت على كل الفلسطينيين، لو ولد طفلا فلسطينيا في المستقبل سيولد وهو يحمل كل الكراهية لهذا المحتل المجرم أكيد، وسيحمل يعني روح المقاومة الفلسطينية. ابقى معنا أستاذ أحمد، ويسعدني أن أرحب بالسيد معاذ وليد أبو دلو، محامي وأستاذ قانون عام من فلسطين. أهلا بك أستاذ معاذ. كما كنت تستمع لضيوفنا، هناك ممارسات عدة يقوم بها جيش الاحتلال سواء في معبر رفح أو حتى داخل مناطق غزة، وكنا قد رصدنا صور ولقطات تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها أنه جيش الاحتلال يقوم بتفتيش شاحنات المساعدات التي تصطف أمام معبر رفح. سؤالي لك، ما مدى مشروعية ما يقوم به الاحتلال اليوم، وهل من حقه أن يقدم على خطوة التفتيش إذا ما كان هذا المعبر تحت سيطرة مصر؟ مساء الخير إليك سيدتي الفاضلة، ومساء الخير للمشاهدين والمشاهدات الأعزاء. أنا بحدثكم، أنا أردني، أنا من المملكة الأردنية الهاشمية وليس من فلسطين الشقيقة. نعم، بالعودة إلى سؤالك، لا أستطيع أن أجيب بهذا الأمر عن السلطات المصرية وعن الأشقاء في مصر، هو شأن داخلي وشأن من أعمال السيادة، ولكن إسرائيل أي أفعال ممكن أن ترتكبها اليوم هي أفعال خارقة للقانون الدولي كما يعلم الجميع، وهي يعني خارقة للقانون الدولي وللشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني. لذلك هي يجب عليها عدم استهداف أي معابر أو أي طرق آمنة لإدخال المساعدات، سواء الأغذية أو المساعدات الطبية أو حتى الوقود وغيره. ولذلك أعتقد بأنه يعني اليوم إسرائيل تضرب بعرض الحائط يعني كافة أعمال الشرعية الدولية وكافة ما يتعلق بالقانون الدولي، ونحن نرى ما فعلته لدى الأشقاء في فلسطين خلال الفترة السابقة. يعني الحرب ممتدة، أنا أحب أسميها معارك، المعارك ممتدة تقريبا من 18 يوما، يعني 7000 شهيد، 10000 جريح، عدد كبير من المفقودين يمكن يتجاوز 3-4 آلاف إنسان. لذلك العالم كله أجمع يرى ما تفعله إسرائيل من انتهاكات، ولكن للأسف يكيل بمكيالين، وهذا يعني هذا خرق واضح للقانون الدولي وخرق واضح للإنسانية وخرق واضح لمشروعية حتى الدفاع عن النفس. لذلك أعتقد بأنه سواء كان هناك يعني في رد على موضوع الممر الإنساني أو غيره، هذا يعود للسلطات المصرية، ولكن في حال أنهم اعتدوا على هذا الممر من الجهة الأشقاء في مصر، أعتقد بأنه جمهورية مصر العربية لن يعني تتوانى عن الرد في هذا الأمر، ويستطيع ضيفك الكامل الكريم من جمهورية مصر العربية أن يرد على مثل هذا السؤال. ولكن الممرات الإنسانية يجب أن لا تستهدف أيا كانت وفي أي مكان كانت على الجغرافيا الأرضية، مهما كان هناك نزاع مسلح، لأن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بالصراعات المسلحة أيا كانت. وإسرائيل يوميا تنتهك البشر والحجر وتنتهك حقوق الأشقاء في فلسطين. واضح أستاذ معاذ، ابقى معنا وأذهب مباشرة مع الأستاذ أحمد رفيق. إذن كان هناك بيان عربي مشترك بشأن غزة صدر اليوم، وضم 9 دول عربية، وذلك بعد 5 أيام من قمة القاهرة. ما هي قراءتك لتوقيت صدور هذا البيان المتأخر، خصوصا وأنه لم يصدر مباشرة لدى اختتام القمة، وحتى أن مصر أصدرت بيان بمفردها؟
برأيك هل يدل ذلك على أن هناك عدم توافق بين الدول على النقاط المطروحة، أم أن هذا البيان العربي يعتبر تأكيد للمفاهيم التي ركزت عليها قمة القاهرة وبيان مصر الذي صدر منفردا كما قلت؟ أقول ذلك باختصار شديد، باختصار شديد جدا. هذا موقف عربي مهم جدا وتقدم على فكرة، ويعني هذا الدول التسعة دول معتدلة ولا علاقات مع العالم مع إسرائيل، وبالتالي بلورت هذا الرأي المشترك على فكرة، فيش خلافات فيه، لأنه في يعني مصر وكله مع بعض يعني كتلة واحدة. لكن رغم أهمية ذلك، يعني رغم أهمية هذا البيان نشكرهم عليه جدا جدا مش طبيعي، ولكن حتى يكون هذا البيان حقيقي وإسرائيل تلتفت له والغرب يلتفت له، يجب أن يكون أيضا له قوة الحضور، قوة الفعل وقوة التهديد. يعني هذه الدول التسعة اللي بتقول الكلام الطيب اللي قالته عن الحل السياسي وعن الممر الآمن والمساعدات وأيضا الاعتراف بمعاناة الآخر وأزمته، لكن أيضا تقول كان يجب أن تقول، هذا على الأقل رأي المتواضع كمواطن فلسطيني تحت الاحتلال، كان يجب أن تقول إنه إذا إسرائيل لم تلتزم بما نقول باعتبار هذا القانون الدولي وقانون إنساني وهذا كل المبادرات السابقة وفكرة السلام العربية، إذا بدهاش هذا هاي الأفكار طيب شو بعدين؟ بتقول يعني كنت أنا أرغب إنه يكون العرب تسعة هذول اللي هم معتدلين، الاعتدال يجب أن يبرر دائما، إنه إحنا كل العلاقات كل الاتفاقات كل ما بيننا يمكن أن يعاد النظر فيه، مش السفارات، كل العلاقات، بمعنى إنه ساعتها إسرائيل بتنتبه إنه في بيان عربي في موقف عربي بتخرب على كتب الإقليم، تندمجش في الإقليم. بايدن قال امبارح إنه لن تتخلى عن الجهود التي عملت من أجل دمج إسرائيل في المنطقة. طيب إسرائيل تندمج في المنطقة بدون دولة فلسطينية، الفلسطيني غائب مشطوب رائبي مش مسجل بالدفتر المجتمع الدولي. يعني لذلك أنا كنت أتمنى إنه هذا البيان الرائع والجميل أن يكون فيه أظافر، أن يكون فيه آلية للتفعيل للضغط حتى يكون هذا الموقف مهم ومؤثر. شكرا لك. واضح أستاذ أحمد رفيق أستاذ الأعلام بجامعة القدس، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمعطيات التي تقدمت بها هذه الليلة. أعود معك من جديد أستاذ حمدي الحسيني، ولكن قبل ذلك دعني أن أرحب بدكتور فوزي السموري الكاتب والمحلل السياسي الذي التحق بنا الآن على شاشة الوسط. إذن أستاذ أحمد أعود بك إلى البيان العربي الذي صدر اليوم، وهناك نقطة مهمة ركز عليها هذا البيان وهي ضرورة إلزام مجلس الأمن لطرفي الحرب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. اليوم نتحدث عن جلسات متكررة لمجلس الأمن وكلها بأت بالفشل، برأيك ما فائدة مجلس الأمن وجلساته اليوم إذا لم تتمكن من إصدار قرار يلزم الأطراف بوقف الحرب، أو لم يكن لها أي تأثير في حسم واقع الحروب إلى حد هذا اليوم؟ أستاذ حمدي هل أنت في الاستماع؟ نعم، هل السؤال لي؟ نعم تفضل، الكلمة لك. الحقيقة يعني العالم الآن يعرف جيدا أن يعني منطق القوة هو الذي يتحدث الآن في هذه الحرب المجنونة التي تقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي بأحدث الأسلحة الأمريكية ضد مدنيين عزل لا يملكون حتى مجرد أماكن للاختباء. فبالتأكيد هذه القوة، قوة الاحتلال، مدعومة دوليا بتأييد عالمي غير مسبوق، لا يرى الجانب الآخر، لا يرى الجانب الضعيف، لا يرى الجانب المظلوم، هو يرى فقط أن إسرائيل هذه دولة جريحة والآن من حقها أن تنتقم من هؤلاء الآخرين الذين لا تثق في كل بياناته وفي كل ما يقولون. حتى أعداد الموتى وأعداد الشهداء هي تشكك في ذلك. وكما بدأت الحرب المسعورة بكذبة أن الفلسطينيين أو المقاومين قتلوا أعداد من الأطفال وقطعوا رؤوسهم، الآن مستمرة في الأكاذيب، الأكاذيب مستمرة
حتى وخاصة المتحدثين الإسرائيليين الذين يتحدثون إلى وسائل الأهل العالمية الجاهزة أصلا لأن تتلقى هذه الأكاذيب. وأضرب لكم مثالا بسيطا، عندما أفرجت حماس عن رهينتين طاعنتين في السن، تحدثت السيدة الكبيرة عن أنها لاقت معاملة إنسانية جيدة وكانت تتلقى العلاج بشكل يومي ولم تواجه أي نوع من يعني المعاناة أو الظلم أو الاعتداء حتى. الصحف الغربية قاطبة ووسائل الإعلام العالمية كلها تحدثت عن أنها كانت محتجزة وكانت تعامل بقسوة وكانت في جحيم حماس وكانت واخترعوا قصصا لم تقلها هذه السيدة على الإطلاق، بل بالعكس تناسوا أنها صافحت من احتجزوها باعتبار أنها ترد لهم جميل الشكر على حسن معاملتهم. هذه الرؤية الغربية المنحازة والتي لا ترغب حتى في سماع الشهادة الحقيقية أو على الأقل ترى معاناة الآخر، لا نستطيع أن نتعامل معها في هذا التوقيت. هناك حالة من الاستقطاب الرهيب، حالة من ازدواجية المعايير غير المعهودة في العالم. كنا نتعلم من الإعلام الغربي كيفية التعامل بحيادية ومهنية وغيرها من هذه العناوين الكبيرة. الآن سقطوا في سقوط مروع في هذا الاختبار. اختبار غزة فاضح للميديا الغربية، فاضح للإعلام العالمي، فاضح للضمير الإنساني العالمي أو الحضارة الغربية التي كانت دائما تدعي أنها تنصف الإنسان وتنتصر للحق. هذا كله اتضح أنه شعارات وأكاذيب. وعندما اختبرت في مذابح غزة التي يرتكبها الإرهاب الإسرائيلي سقطت سقوطا مروعا. فبالتأكيد نحن الآن أمام موقف لا بد أن يعي العرب جميعا هذا الدرس، درس أن العالم الغربي ينظر إلينا بمنظور مختلف تماما ولن يصدقنا ولن يضعنا في الاعتبار. ومن ثم علينا أن نبحث عن بدائل، نبحث عن علاقاتنا البينية، نبحث عن تعاوننا المشترك، نبحث عن طريقة جديدة للتعامل مع الغرب، لأن الغرب أثبت فشلا ذريعا بالفعل في عملية أن يعاملنا معاملة إنسانية طبيعية. فبالتالي هذا الاختبار هو محطة مهمة جدا وسيكون لها ما بعدها. وأعتقد أن الأمر يحتاج دراسات وإعادة نظر في كل طيب ما أستاذ كان حمدي دعني أذهب بهذه النقطة التي أثرتها مع ضيفنا الذي التحق بنا منذ قليل الدكتور فوزي السموري. دكتور فوزي لربما كنت في الاستماع، الأستاذ حمدي يقول بأن غزة تعتبر اختبار وضع أمام الضمير العالمي ولابد للجميع أن يستفيق لممارسات الغرب تجاه ما يحدث في الدول العربية، وتحدث عن ضرورة البحث عن بدائل وعن طرق جديدة للتعامل مع الغرب، وربما أو حتى موقف عربي موحد ربما يجمع كافة الدول العربية وحتى الأوروبية تجاه ما يحدث في غزة. هل يمكن حسب اعتقادك اعتبار هذه البيانات والمواقف الغربية والأوروبية ويحد أو لربما يحد من حدتها تجاه القضية الفلسطينية؟ بعد التحية لشخصك الكريم ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين الكرام. أولا عندما نتحدث عن الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي على مر العقود السابقة، هذا الانحياز الأعمى والدعم المطلق لهذا الكيان الاستعمار الإسرائيلي تاريخيا، لا سأعود إلى جذر الصراع. جذر الصراع كان هذا مشروعا استعماريا أمريكيا بريطانيا فرنسيا. إذا صنعوا هذا الكيان بعد الحرب العالمية الأولى وأقاموه إقامة بعد الحرب العالمية الثانية بعد سلسلة من المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني على يد قوات الاستعمار البريطانية وعلى يد العصابات الإرهابية الصهيونية كشتيرن وهجانا وغيرها. إذا هذا الكيان المصطنع عندما تمت عملية طوفان الأقصى تبين هشاشة هذا الكيان
العملية تلك الشجاعة أصابت بنية التركيب الاستراتيجي العسكري الأمني الإسرائيلي، وهذا يعني على المدى المتوسط أو البعيد سيشكل خطرا على أهداف القوى الاستعمارية العالمية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. لذلك وجدنا أن هذا العالم الغربي الاستعماري الذي من أهدافه بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن قسم الوطن العربي الكبير وبعد الحرب العالمية الثانية بعد أن رسخ التقسيم واستعمر باقي الدول، هذا الكيان جاء ليؤدي وظيفة استعمارية ليكون أداة ضاربة لتمنع أي نوع من أنواع الوحدة العربية أولا، ومن ناحية ثانية لضمان هيمنة هذه القوة على ثروات ومقدرات الوطن العربي بما يحتويه من ثروات باطن الأرض وسطح الأرض، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والبحار والموانئ الواصلة. لذلك الآن عندما نجد هذا الانحياز الأعمى، إذن هو لم يكن مفاجأة للكثير من السياسيين والمحللين والمتابعين. لذلك وجدنا بعد الغضبة الجماهيرية على امتداد الوطن العربي ودول إسلامية وصديقة، أرادت الدول الأوروبية وأمريكا أن تعمل على مد شعرة معاوية. ماذا كانت شعرة معاوية؟ التصريح العلني دون تطبيق عملي، وهو البعد الإنساني والعمل على تخفيف الحصار الإسرائيلي، بدلا من أن يقول نريد الضغط على إسرائيل أولا لوقف هذا العدوان الهمجي البربري على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من نهر الأردن. وجدنا أنهم يقولوا أن هذا ما يتم هو حق للكيان الاستعماري الإسرائيلي للدفاع عن النفس. إذا جاء هذا الدعم، جاء الموقف الإنساني لغطي هذا الدعم والانحياز الأعمى. أي دفاع عن النفس؟ هذا أولا. ثانيا أريد أن أعود إلى جذر المشكلة. المشكلة الآن عندما أريد أن أصف أو أوصف طبيعة هذا العدوان، هذه ليست لا دفاع عن النفس ولا حرب، هذه ولا عدوان، هذه عبارة عن حرب تطهير عرقي وحرب إبادة تشن بحق الشعب الفلسطيني، وما يندرج دون ذلك تفاصيل لعنوان هذا الحرب. لذلك وجدنا الآن أن هناك موقفا عربيا نظريا جيد، ولكن على أرض الواقع بالتأكيد لم يكن هناك له ترجمة. لماذا لم يكن له ترجمة؟ أعتقد أنه آن الأوان لقادة الدول العربية أن يفكروا بضرورة أن يكون لهم ترجمة عبر إجراءات فعلية حقيقية اتجاه الكيان الاستعماري الإسرائيلي، أولا للدول المعترفة به بمقاطعة هذا الكيان سياسيا واقتصاديا وقطع كافة أشكال العلاقات معه أولا، ومن ناحية أخرى على الدول التي لا يربطها أي علاقات مع هذا الكيان من أجل أن تطلع بدورها الداعم للقضية الفلسطينية التي تمثل قضية مركزية للوطن العربي، كما وصفت ذلك العديد من مؤتمرات القمم العربية ومؤتمر وزراء الخارجية العربية الأخيرة. لذلك الآن نجد أنه لا بد من أن يكون إرادة سياسية حقيقية الآن ليثبتوا أنفسهم في ظل قرب ولادة نظام عالمي جديد، أن يثبتوا لأنفسهم أنهم لاعب حقيقي وفاعل على القرار. طيب هذه الدول العربية التي تتحدث عنها دكتور فوزي، سؤالي هنا للدكتور معاذ، إذن هذه الدول العربية هل من الممكن أن تحاول أن تغفر عن ذنوبها تجاه تطبيعها مع إسرائيل من خلال مساعي لإدخال محكمة الجنايات الدولية لرصد ممارسات الانتهاكات التي تقوم بها تجاه أهالي غزة وحرب التطهير العرقي والإبادة ضد الأهالي كما كان يقول دكتور فوزي؟ يا سيدتي، هم يعني هو شقين، الشق السياسي والشق القانوني. الشق السياسي الدول التي طبعت تدفع بانه انا قبل ما انا اطبع هناك دول او صاحب القضيه الاساس السلطه الوطنيه الفلسطينيه قامت بالذهاب الى مدريد واوسلو. هذه بعض الدول التي تتحدث اليوم، انا لا اتحدث عن مصر والمملكه الاردنيه الهاشميه لانه بموجب معاهدات سلام ودول يعني محاذيه لفلسطين العربيه ووجود الكيان الصهيوني فيها. لذلك هناك دول تتكلم بانه يعني اذا ذهب
يعني سلطة أوسلو ذهبت قبلنا، لذلك لماذا لا نطبع نحن العلاقات؟ وهذا شأن داخلي لهذه الدول. ولكن موضوع المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط بيد العرب. أنا قبل ذلك أريد أن أتحدث بالأمر اللي كانوا يتحدث فيه ضيوفك الكرام. نحن كعرب أين مشروعنا؟ يعني كل الأمم لديها مشاريع، نحن في الشرق الأوسط والوطن العربي نرى بأنه أي تركيا لديها مشروع وإيران لديها مشروع وإسرائيل لديها مشروع، ولكن نحن كعرب أين مشروعنا؟ نحن اليوم اللي وقع على هذا البيان 9 دول عربية، لماذا ليس جميع الوطن العربي وقع على 22 دولة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، لماذا يكون هناك في بعض البيانات الكلمات الفضفاضة؟ لماذا لا نتحدث صراحة ومباشرة بأنه إسرائيل تنتهك البشر والحجر وبأنه إسرائيل هي لا تريد السلام؟ المبادرة العربية في 2002 وقع عليها واتفق عليها جامعة الدول العربية وجميع الدول العربية بأنه الأرض مقابل السلام، ونحن على استعداد على أن يكون هناك في دولة للأشقاء الفلسطين وفي خطوط الرابع من حزيران سنة 1967، وإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لها، وإسرائيل لديك دولة وعيشوا بسلام. ولكن إسرائيل تضرب بعرض الحائط هذه يعني المبادرات وهذه الاتفاقات. وإسرائيل خلينا نكون واضحين، يعني من صار تقريبا 12 عام أو 13 عام هناك جمود في عملية السلام، والغرب لا يرى لموضوع القضية الفلسطينية ولا يرى لموضوع لا يرى لموضوعنا الشرق الأوسط أهمية في هذا الوقت. لديه مشاكل، وخاصة في آخر 4-5 سنوات أصبحت هناك، كان في مشاكل اقتصادية في أوروبا، ومن ثم كورونا، ومن ثم الحرب الأوكرانية الروسية. لذلك يعني هو تجاهل إقليمنا وتجاهلنا في الوطن العربي. لذلك أعتقد على الوطن العربي والدول العربية أن يكون لها مشروعها المركزي، وأن يكون هناك ما بينها علاقات بينية، وأن لا تعتمد على الغرب. هذا أول أمر، لأنه وجه الغرب الحقيقي هين ووضح ما كيف ينظر لنا كأمة عربية من خلال المعارك الأخيرة على الأشقاء في فلسطين. هذا من ناحية. الناحية الثانية القانونية، محكمة الجنائية الدولية هي محكمة أتت استنادا لميثاق روما، ووقع وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002، ووقع عليها 122 دولة، وأضيفت في عام 2015 فلسطين الشقيقة كدولة 123. ولكن هل هناك إمكانية لتطبيق القانون على إسرائيل؟ يا سيدتي الفاضلة، كما تعلم ويعلم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء بأن القانون الدولي وضعه الدول القوية لخدمة مصالحها. لا أريد أن أتحدث مصالح الاستعمارية، ولكن لمصالحها. ونحن نرى بأن هناك انتهاك للقانون الدولي جهارا نهارا يوميا، ونرى بأن هناك في لعبة أمم. عشان نكون يعني واضحين، اليوم روسيا تقدم مشروع، أمريكا بتعمل فيتو عليه. الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم مشروع، روسيا بتعمل فيتو عليه. لذلك هناك صراع في الأمم. لذلك أعتقد بأنه إحنا بعد تقريبا يعني 90 عام، بدنا نصير تقريبا 85 عام من ميثاق الأمم المتحدة، قربنا على يعني القرن. أعتقد بأنه منظومة العالمية يجب أن تتغير. لا يجوز أن يبقى 5 دول في العالم تتحكم في مسار بقية العالم، دول العالم. دول كثيرة دخل يعني دول كثيرة تقدمت اقتصاديا وعسكريا وتقنيا وتكنولوجيا ويعني وبكافة الصعد. ما بدي أذكرها، ولكن في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وكندا وأوروبا وتركيا، دول كثيرة. يبقى الآن يتحكم في زمام أمور العالم 5 دول أتوا على أعقاب الحرب العالمية قبل تقريبا 80 عام. أعتقد هذا أمر مجحف. هذا أمر أول أمر. ثاني أمر، المحكمة الجنائية الدولية جاءت استنادا بعد ما كان في هناك بعض الجرائم اللي ارتكبت بحق المدنيين في كوزوفو وفي يوغوسلافيا وفي دول في قاره افريقيا في بتسعينيات القرن الماضي. واتت هذه المحكمه من اجل ان يكون هناك يعني نتحدث بان يكون هناك عداله جنائيه لايقاع العقوبات على من يرتكبون هذه المجازر والانتهاكات بحق المدنيين في النزاعات المسلحه. ولكن هل راينا هناك عقاب؟ لا، خصوصا لإسرائيل في قضية زميلتكم الصحفية شيرين أبو عاقلة، صحفية اللي بتعمل في قناة الجزيرة، زميلتكم. هل رأينا اليوم لليوم نعم لليوم لو تسلط حتى عقوبة على إسرائيل، سواء من محكمة الجنايات الدولية ولا حتى أي سلطة قوية أخرى؟ يا سيدتي، نعم. إسرائيل رفضت، قالت لا أريد أيا كان أن يحقق مع الجنود الذين مشتبه فيهم بقيامهم بعملية القتل. هي أول أمر. الأمر الآخر بانه هل راينا يعني لليوم المحكمه الجنائيه الدوليه بين يعني بين قوسين تحقق في الانتهاكات اللي حصلت في حرب غزه 2014؟ طيب. لذلك اعتقد بانه القانون الدولي لا يطبق الا على الدول الضعيفه،
يجب علينا كأمة عربية أن يكون لنا مشروعنا، ويجب على المدعي العام الجنايات المحكمة الجنائية الدولية الآن أن يحقق. ولكن عشان نكون واضحين، سوف يخرج علينا طيب الصوت أستاذ المضاد ويقدم بين هناك نقطة مهمة سوف أذهب بها مع السيد حمدي، وقد كنت قد أثرتها. أستاذ حمدي، تحدث ضيفنا معاذ عن تواجد الكيان الصهيوني في مصر بناء على معاهدة سلام ومطالبات أيضا أخرى لطرد السفير الإسرائيلي من مصر. هل تتوقع بأن يكون هناك موقف للسيادة المصرية؟ نتحدث هنا عن موقف سياسي واضح وصريح تجاه ما يحدث، وحتى تلبية لرغبة الشعب المصري في نقطة طرد السفير الإسرائيلي من مصر، هل هذا وارد؟ بداية دعيني أتفق مع ضيفيك الكريمين في كل ما طرحاه من أفكار ورؤى ومبادرات، ولكن بخصوص مسألة طرد السفير أو غيره، أعتقد أن هذه نقطة ضعيفة جدا. وماذا سنكسب حتى من سوى العاطفة؟ أعتقد أن هذا قرار سياسي لابد أن يدرس، ويدرس من كل جوانبه. وأظن المدافعين عن هذا، أنا أؤيد هذا القرار طبعا، وأؤيد أكثر من هذا بكثير يعني، ولكن المدافعين عن بقاء العلاقة قائمة أعتقد أنهم يقولون أن هذا مرتبط بدخول المساعدات وفتح قنوات اتصال للتشاور، سواء لو حدثت أي نوع من العراقيل أو المشكلات في مسألة إدخال المعونات وغيرها من المعابر والعلاقة على المعابر وغيرها. أظن هؤلاء يدافعون عن هذه الجزئية. ولكن دعيني يعني أتسع أكثر وأصارح حضرتك وأصارح المشاهدين جميعا بأننا يجب أن نفرق بين رؤى ومشاعر الشعوب العربية التي تغلي منذ اليوم الأول من إعلان الكيان الصهيوني هذه الحرب المسعورة والمجازر الوحشية تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وبين الحكومات. الحكومات مكبلة، الحكومات لها قيود كبيرة جدا، ومقبلة بمعاهدات، ومكبلة بقيود سواء حظر أمور معينة. والحقيقة الحكومات العربية في حالة يرسى لها. ودعيني أقول أكثر أن باختصار شديد لو تسمح أستاذ حمدي نظرا لضيق الوقت، تفضل. وجود الكيان الصهيوني في هذه المنطقة من الأساس هو وجود للفتنة ولإضعاف هذه المنطقة. نعم، وجود للفتنة وإضعاف النيران. أذهب بهذه النقطة للدكتور فوزي. دكتور فوزي، كما كنا قد تابعنا اليوم، دعت حركة حماس إلى حراك جماهيري فلسطيني وعربي وحتى إسلامي للمطالبة بفتح معبر رفح ووقف ما أسمته حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 20 يوم. بعد هذه الدعوات، هل تتوقع تحرك أكثر جدية وحسم من العرب للضغط على تطبيق الهدنة وفتح ممر إنساني بعيدا عن بيانات القلق والتنديدات التي نتابعها كل يوم تقريبا؟ باختصار شديد لو تسمح. أولا بدي أرجع للي قاله الدكتور معاذ، بدي فيما يتعلق بأوسلو، هناك فرق كبير ما بين الاتفاق المرحلة الانتقالية الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مع الكيان الاستعماري الإسرائيلي، وما بين اتفاقيات تلت التوقيع والاعتراف بهذا الكيان الاستعماري الإسرائيلي أو عما يدور من ضغوطات أمريكية. كان اتفاق أوسلو هو نحن الذين نعاني تحت الاحتلال، نحن اتخذنا هذا الاتفاق كمرحلة انتقالية للانفكاك عن الاحتلال نحو الحرية، وكان من المفروض أن ننتهي هذا الاحتلال في شهر أيار 99، ولكن الكيان الاستعماري الإسرائيلي كعادته انقلب على كافة التزاماته، كما الآن ينقلب على معاهدة كامب ديفيد عندما يريد تهجير قصر للشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء. إذن الآن نتحدث، الآن أعود إلى سؤالك. الآن الحراك العربي بالشارع هو عامل ضاغط، ولكن هل في حقيقة الأمور أنه يكفي؟ أنا أقول لا يكفي، يجب أن يقترن بموقف رسمي. الموقف الرسمي يجب أن يكون قطع كامل العلاقات مع هذا الكيان الاستعماري الإسرائيلي، وسحب السفراء كأضعف الإيمان من الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبية.
الآن نحن في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يكون هناك مبادرة عربية إسلامية صادقة للتقدم بمشروع قرار لطرد هذا الكيان الاستعماري الإسرائيلي من الأمم المتحدة وتجميد عضويته، لأنه لم يلتزم بقرار شروط قبوله التي صدرت بمشروط عضويته بالأمم المتحدة بتنفيذ قرار 181 و194. أعود وأقول أن الآن ما نواجهه كشعب فلسطيني وكشعب عربي من خلال المواجهة مع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي تبين وثبت بالدليل القاطع أن العدو الحقيقي للقضايا العربية وللحقوق العربية وعلى رأسها البوصلة الفلسطينية هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تحمي هذا وهي التي تدعم بكل مقومات القوة ومعها محورها التابعين لها من فرنسا لألمانيا لإيطاليا. هؤلاء الذين يدعون بالقيم الغربية سقطت هذه القيم، سقطت ما يزعمونه من احترام حقوق الإنسان. الآن ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بهذا الموقف المنحاز للكيان الاستعماري الإسرائيلي بحرب الإبادة التي يشنها وبحرب تطهير العرقي، آن الأوان أن يكون موقفا صارما حقيقيا بقطع العلاقات مع هذه الدول. أكيد، وهذا ما ننتظره دكتور فوزي السمهوري الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك على كل هذه المعطيات التي تقدمت بها. كذلك أشكر ضيفنا من مصر الكاتب والمحلل السياسي حمدي الحسيني، وكذلك من الأردن السيد معاذ وليد أبو دلو المحامي وأستاذ القانون العام. ضيوفي الكرام، شكرا لكم على كل هذه المعطيات والإيضاحات التي تقدمتم بها خلال تغطيتنا لهذه الليلة لتداعيات العدوان على قطاع غزة. أكيد التغطية متواصلة، وسيوافيكم بها بعد قليل الزميل فرج الفرجاني. كونوا في المتابعة.